الحمد لله المباراة ما كانت سهلة، في البداية كانت واجهنا صعوبات شوي، بس الحمد لله اليوم النقطة الإيجابية أنه المهاجمين سجلوا الحمد لله. احنا بالنسبة لنا صراحة ما قدمنا حتى على مستوى الأشخاص، يعني عطاء بعض اللعيبة اليوم حقي خذلني جدا جدا، ما كنت أتوقع منهم هذا العطاء حتى على مستوى البدني يعني، وممكن دامنا يعني صاير مش عارف أنا حقيقة على موضوع الجانب العدم الجدية أو بعض اللعيبة أو عدم وجود النفس الجيد طول المباراة، يعني طاحوا فريقي 75 خلاص قضي عليه. انتهجت خطة 3-5-2 لأني أعرف أن نادي الباطن يلعب بشكل دفاعي، لهذا اعتمدت الأسلوب الهجومي، وحاليا لا أعد بشيء سوى أني أقوم بالتحضير الجيد لجميع المباريات والدخول بقتالية من أجل تحقيق الفوز. ظروف مباراة، ظروف ملعب، حتى فرق الأجانب يعني يفرق معك كفريق. لقد لعبنا مباراة رائعة وحققنا الأهم، ونود الإكمال على هذا المستوى العالي والفوز في المباراة المقبلة. لعبنا بشكل هجومي وتوفقت في تسجيل ثنائية إلى جانب زميلي آرثر كروز. هذه الكرة واجد الخسارة، واجد أنك فوز، واجد أنك تتعادل، الحمد لله على كل حال، وإن شاء الله أن نعدل وضعنا بإذن الله.